الله سبحانه وتعالى قال: أسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. صفهم يا ربي هؤلاء المتقين لنا، صفهم. قال: الذين ينفقون في السراء والضراء. أول صفة لهم الذين ينفقون في السراء والضراء. الناس أيها الإخوة مع النفقة على أربعة أصناف. صنف منهم ينفق في السراء فقط، إذا زاد راتبه أو جت علاوة أو جاء مبلغ بأي طريقة، باع عرض، باع، سوى شيء، أجر شيء، سوى، عدل شيء، وجاء مبلغ من المبالغ أنفق في السراء، فينفق في السراء فقط إذا زاد عنده مبلغ أنفق وأعطى. والصنف الثاني لا ينفق إلا في الضراء، إذا حل مرض من أهله، إذا صابته مصيبة، ولا صار عليه حادث، ولا صار عليه شيء، قال جاء أنفق لدفع الضر. الصدقة إيش تقي مصارع السوء؟ قال أنفق إني رفع الضر عني. فتجد ينفق عندما يشفى المريض أو يقضى، أو عندما تهون المصائب وتقل المصائب، رجع إلى عادته السابقة وهي عدم النفقة، رجع إلى عدم النفقة. والصنف الثالث أيها الإخوة، وهو الذين لا ينفقون لا في السراء ولا في الضراء، قاطعينها قاطعين، لا ينفقوا لا في السراء ولا في الضراء، مسكينها مسكة. ثم بعد ذلك يحرصوه المال، يحرصوه حراس المال، لا ينفق شيء، يحرص حراس هذا المال. ثم إذا قبض وانتقل من الدار الدنيا إلى الآخرة، ذهب المال إلى الورثة، يأخذوه حلالا زلالا ما لم تقم الحجة بخلاف ذلك. وسئل هو من أين اكتسبه فيما أنفقه، عاد يسأل هو عن الخيط والمخيط، يسأل عن كل شيء، عن الصغيرة وعن الكبيرة. أما أنه لو عد لتلك الدار شيء لا وجده هناك، وما أنه قد يكون قد قصر في هذا الجانب، ماذا لعله سيجد هناك. والصنف الرابع هو الذي ينفق في السراء والضراء. هذا الصنف موجودون لله الحمد، احنا أمثلة على ذلك كثير. تجد من الناس عندهم يسموه استقطاع من الراتب، كما تدفع قسط الجمعية وقسط البنك وقسط الوكالة وحل زوجة وحل أم وحل أب وحل بيت وحل، يوزع الراتب على هذا الأساس. كان شيخان اسمها الأعمال الخيرية في راتبه، شيخان اسمها الأعمال الخيرية. هذه الأعمال الخيرية أعرف أشخاص من سنوات هذا تزيد معهم ما تنقص، تزيد معهم ما تنقص.